صباح الخير. النهارده هشرح معاكم ماركوف اناليسيز. ماركوف اناليسيز دي تعتبر الجزء الثاني في ماده الاو ار. احنا هنشرح يعني ايه ماركوف, او احنا بنعمل يعني ايه ليه ماركوف اناليسيز. لما انت عاوز تعمل اي بريدكشن, عاوز تتنبأ باي حاجه للمستقبل فور فيوتشر, او عاوز اللي انت تعرف الماركت شير بتاع اي مطعم او اي رستوران او اي سوبر ماركت او اي مكان او اي شركه, عاوز تعرف هو بيكسب قد ايه مثلا في الشهر, بافتراض ان في طبعا عندك الكاستمرز, في كاستمرز يروحوا مثلا لشركه ال اي وشركه بي وشركه سي, دول الكومبيتيتورز اللي معاك في السوق. فماركوف اناليسيس بيقدر يقول لي انا تقريبا هيجي لي كام كل شهر او ايه مكسبي. تاني حاجه انا ممكن اعمله اللي انا اعرف الماركت شير بتاعي غير الماركت شير الباد ديت. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بيبقى عندك الباد ديت لما يبقى عندك ناس مستلفه منك. هل فاكرين اللي هو الباد ديت الاونس اللي هي الافدا الاونس فور ديت فور اكاونت؟ هو ده الفكر. احنا بنقدر نعرف احنا تقريبا هنخسر قد ايه, او في ديون قد ايه مش هنقدر تتسدد. طيب احنا ماركوف اساسي عشان نشتغل بيه لازم حاجة اسمها البروبابيليتي, اهم حاجة او الاساسي بتاعي اللي انا اشتغل على الاحتماليات. يبقى انا دلوقتي عاوز اعرف مثلا الماركت شير هكسب كام في الشهر بافتراض في كومبيتيتورز, او عاوز اعرف البريدكشن بتاع الباد ديت انا هخسر قد ايه, او في ديون قد ايه مش هحصلها. يبقى انا اروح لماركوف اناليسيس. فهو بيعتمد على اي حاجة فيها بريدكشن لازم يبقى فيها حاجة عندي اسمها البروبابيليتي او الاحتمالية. احتمالية ده يحصل قد ايه, بيقول لك معناها ايه. شوز ا لايكليهود ذات ذا سيستم ويل تشينج فروم وان تايم بيريد تو ذا نيكست, يعني هو هيتحول من شركة للتانية. طب نوضحها تاني, بمعنى انا عندي دلوقتي هنا احتمالية النهاردة انها في رين. بص انا عندي دلوقتي الدنيا ممكن تشتي تعمل رين او نوت رين, تمام. لو انت هتشتي 40% ده جيفن, بيقول لك في احتمالية 40% تشتي, الباقي يبقى ايه؟ مش هتشتي. نوت رين يبقى 60%. طب لو انت عاوز تحول الكلام ده لرسمة, عندي الرين في رسمة نوت رين في رسمة, احتمالية انها تشتي يعني رين تو رين كده انها تشتي نفسها 40%, ده معناها ايه؟ ان الدنيا احتمال تشتي هي 40%. طب لو انا طالع من الرين انا دلوقتي خلاص ال 40%, يبقى الباقي هيكون ايه؟ هو اللي هي ممكن ما تشتيش, تتكتب هنا 60%. تاني انا عندي احتمالية تشتي او في رين 40%, 40 لنفسها هو ده ايه؟ الشتاء. طيب الباقي يبقى الباقي من اللي هو عدم الرين نوت رين هيبقى 60%. انا كان جاي بكمل كومبلمنتري لمين؟ لل 40%. طب واحد جه قال لك انت عندك احتماليه نوت رين يعني نوت رين تو نوت رين يعني لنفسها, تمام, 20%. يبقى انا كده عندي احتماليه بيقول لي ان هي مش هتشتي النهارده, او نوت رين توداي 20%, يبقى احتمالية انها تشتي ممكن تكون كام؟ او رين 80%. تعالوا نشوفها تاني هنا. هو قال لك فوق ادي 40%, البداية بتاعت ايه؟ رين. يبقى انا من رين to myself 40%, ادي 40%. طيب انا هاجي من رين هروح لنورين بقى ادي الباقي الاحتمالية يبقى 60%. ده كده كأني جاي من رين تو نوت رين اللي انا ايه في الشتاء. طيب تعالى الاحتمالات التانية, هو بادئ بايه؟ نو رينينج, يبقى ده البداية عندي. قال لك نو رينينج مثلا 80%, يبقى انا من رون رين تو نو رين يعني لنفسي هي 80%. طيب خلصت 80%, جاي بقى من نو رين تو رين, يبقى الباقي هو ايه؟ يبقى فيه رين اللي هي 20%. يبقى لازم مهم جدا تعرف الستارت بتاعك. طيب
الكلام ده انت عاوز تحوله لماتريكس. قال لك عشان تحوله ماتريكس تحط فيه الكلام ده. ادي تعال نرسمه هنا بقى. لا ونفترض ان ده رين. تمام ده نوت رين. برضو هيبقى رين نوت رين. تمام يبقى هنا اول واحدة لو تقراها كده رين تورين 40% اللي هي ادي الرسمة. ادي رين تورين ادي الاربعين في المية. طيب رين يعني رايح من رين لنوت رين. ادي نوت رين. هل هو كده رايح من هنا لهنا 60%. مظبوط. تعال نبص للتانية. قال لك من نوت رين جاي من نوت رين تو رين. يعني هو جاي من هنا رايح لده. ادي نوت رين تو رين. هتبقى 20%. هنبتدي دايما بالرو البداية الستارت. الستارت عندي هنا بالرو. اقرا الاول انا رايح فين لمين. طيب انا من نوترين تو نوترين يعني لنفسي اهو 80%. تمام لازم ده يساوي 1 وده يساوي 1. كل رو يبقى اول حاجه الستارت بتاعي بيبقى بالرو. تاني حاجه لازم الرو ايكوال تو 1. ده ايه في البروبابيلتي. طيب تعالوا نشوف كل اكزامبل. هو قال لك ايه given that a person last cola purchase يعني هو اشترى اخر مره كان كوكا. There is 90% that his next cola purchase will be coca. يعني هو بادئ عندي بكوكا تمام وهيجي المره الجايه اهو اخر مره بادئ خلص بكوكا وفي 90% اللي هو هياخد كوكا برضه. يبقى من كوكا لنفسها كوكا كولا لكوكا كولا يبقى 90%. يبقى 10% ايه للشخص التاني. الشخص التاني هو كان بيقول لي بيبسي. طيب الشخص التاني يبقى فاضل 10% بيبسي. كده انا ايه ترجمت اول سطر في الشكل الرسم ده. طيب في نفس الوقت عاوز اخليه يبقى ماتريكس هو بروبابيلتي. هنبتدي بكولا وفوق كولا وبيبسي وتحت هنا بيبسي. ده هنا بحط ايه الاحتماليات اللي عندي. طيب من كوكا لكوكا زي ما انا مشيت من كوكا لكوكا ادي 90% 0.9. من كوكا لبيبسي ادي من كوكا لبيبسي كده انا ايه ماشي من كوكا لكوكا. من كوكا لبيبسي 10% الاجمالي 1 كده تمام. تعالى نقرا تاني. If a person last call purchase was Pepsi هو كان اخر مره شاري بيبسي يبقى انا في بيبسي. There is 80% change to his next call purchase will be Pepsi. يبقى احنا بنتكلم من بيبسي تو اتسلف بيبسي يعني من بيبسي لنفسها اهي هتبقى كام 80%. يبقى من بيبسي لكوكا يبقى في 20% اللي هو احتمال يروح يجيب ايه كوكا هي إيه كوكا كولا. تعالوا نحولها. انا عندي هنا بدأ في البيبسي من بيبسي لكوكا ادي من بيبسي لكوكا ادي 20% ومن بيبسي لبيبسي 80% 1 1. تمام كده. تعالوا نشوفها هنا اهي اهو. هنا كده معناها ايه انا اللاست بيرشوز كوكا وفي 90% اللي انا هشتري كوكا المره الجايه. طيب انا اللاست بيرشوز كان كوكا وهروح لبيبسي يبقى في ايه 1%. يبقى كده ايه الاتنين دول بقوا ايه 100%. نفس الكلام هنا انا من بيبسي وهشتري برضو بيبسي المره الجايه يبقى 80%. هنا من بيبسي وهيروح هيغير ويروح كوكا اللي هي 20%. تمام ادي الماتريكس. طيب تعالوا نشوف هنا. هنا بيقول لي given that a person is currently a Pepsi purchase يبقى هو اخر اخر حاجه شيء بيشتريها هي بيبسي. What is the probability that he will purchase coca two purchases from name يعني في مره كمان بعد كده هيشتري. يبقى هو هيشتري كوكا. هو في احتماليه اللي هو هيشتري كوكا بس في مره في النص كده مش معروفه. تمام المره اللي في النص دي ممكن تكون حاجتين يا اما بيبسي يا اما كوك لان هو قال ايه تو بيرشوز فروم نيم. ادي بيبسي ادي اول واحد بعدها ادي الثاني بعد كده الاخر هيبقى ايه كوك. تعالوا نعملها ايه كتابه.
خلي موضوع الماتريكس ده دلوقتي يعني ايه كانه ايه مش موجود دلوقتي. قال لك ايه؟ ادي البيبسي، من بيبسي تو كوكا. تعالى نشوف الرسم. ادي من بيبسي تو كوكا كام في المية؟ 20%. يبقى ده 20% اللي هي 0.2، تمام، في البرسنت 0.2. طيب بعد كده احنا قلنا ايه احتمالات من بيبسي تو كوكا تو كوكا، تمام، اهو كده انا خدت ايه اول احتماليه اهي، من بيبسي تو كوكا تو كوكا. طيب اللي في الحته دي ايه؟ من كوكا تو كوكا. تعال نبص على الرسم، من كوكا تو كوكا او كوكا كولا، الكوكا كولا يبقى 90% تايمز 0.9 بلس. شوف الاحتماليه الثانيه، انا كان عندي الاحتماليه الثانيه بلس اهي بيبسي، ده كده ايه ثابته اهي، هتبقى بيبسي تو كوكا. تعال ناخد الجزء ده الاول، من بيبسي تو بيبسي، اطلع للرسم، من بيبسي تو بيبسي 80%، ادي 0.8. الجزء التاني، من بيبسي تو كوكا، من بيبسي تو كوكا 20%. هل يبقى ده زائد ده هي دي البروبابيليتي اللي هو كده تو بير شويزز. ادي اول واحد، تاني واحد هيطلع لي في الاخر 0.34. ادي دي البروبابيليتي بتاعت الجزئية دي، تمام. طيب خلي دي دلوقتي وخلي دي دلوقتي، تعال نشوف ايه هنا. قال لي هنا عندي 3، عندي ايه؟ عندي 3 جروسري ستورز، تلات ايه محلات ايه اكل. اجمالي البيبل هي في 100,000 بيبل، ده الشيرد او ده حصة الناس، يعني 100,000 شخص هيروح يشتري من ايه؟ من الستورز. عندي 3 ستورز 3 جروسري ستور، يبقى ال 100,000 دول هيشتري اما من الستور رقم 1، اما من الستور رقم 2، اما من الستور رقم 3. قال لك 40% هنا، 40% في بيبل ماي شوبينج ات امريكان فود ستور اللي هو ستور 1، خلي ده ايه اس 1، يبقى 40% ممكن يشتروا من ايه؟ من اس 1. طيب 30% مي بي شوبينج ات فود مارت اللي هو ستيت 2 اللي هو هيبقى اس 2. 30% الباقي طبعا هيبقى ايه؟ 30%. يبقى ده كده الماركت شير بتاعي، يعني انا دلوقتي الستور رقم 1 هياخد 40% من الناس، يعني ادي ال 40,000 على اجمالي توتال بيبول، يبقى هو ليه 40% حصة سوق او ماركت شير. طيب التانية هتبقى 30% على 100,000، نفس الكلام هيبقى 30% ماركت شير. اس 3 هيبقى 30,000 على 100,000، يبقى 30% ماركت شير، تمام. يبقى انا عندي الماركت شير بتاع اس 1 اس 2 اس 3 40% 30% 30%، ولازم الاجمالي بتاعهم يبقى ايه اللي هي 100%. طيب ادي اللي احنا بنتكلم عليه امريكان وان، ادي 40% هتبقى ايه؟ 40,000. 30% يعني ايه؟ يعني انا عندي 40% احتمالية من السوق يروح عند ستور 1، يبقى ده ايه البروبابيليتي بتاعي؟ يبقى 40% من الماركت شير هيروح عند ايه؟ اس 1. 30% من الماركت شير او من اجمالي الناس هتروح عند اس 2. 30% من الناس او البروبابيليتي بتاعها هيروح ايه؟ عند اس 3. طيب probability in vector state store represent market share for the first period، ده كده ايه يعتبر ايه؟ الحصه الاولى بتاعت الناس. قال لك ايه؟ في كل شهر customer who frequent one store have a likelihood of visiting another store. بمعنى انا دلوقتي عصام، تمام، كنت في ستور 1 الشهر ده، شهر يعني ماي، شهر ماي، تمام، جيت بعديها شهر جون، ممكن اروح اس 1، ممكن اروح اس 2، او ممكن اروح اس 3. عندي 3 احتماليات. نفس الفرق، مثلا احمد كان في اس 2 ممكن يروح اس 2 برضه، او اس 3 او اس 1. هو عندي 3 ايه جروسري ستور، انا اختار اللي انا ايه عاوزه. طيب كاستمر فروم اتش ستور هاف ديفرنت بروبابيليتي فور فيزيتنج اذر ستور، كل احتماليه بتختلف من شخص للتاني.
فهو اعطاني ده جيفن. معناها ايه؟ بيقول للشخص عصام ده لما كان في ستور واحد اللي هو بتاع امريكان فود كان 80%، اللي هو الشهر الجاي يرجع له، يبقى انا اشتريت من امريكان فود وعجبني، فانا في احتمالية 80% الشهر الجاي اروح له. نفس الكلام هنا، انا رحت الشهر الاول، يعني انا في 100 خلاص رحت كده، رحت تمام. شهر جون قال لك احتمالية 80% ترجع لنفس ايه الستور اس 1. بعد كده قال لك انت ممكن تغير الستور بتاع اس 1 وتروح اس 2، قال لك ممكن 10%. تاني حاجة، انا كنت في اس 1 الشهر اللي فات، الشهر الجاي قال لك في 1% او 10% تروح في اس 3. ادي ده معنى الكلام. نفس الكلام هنا، انت في النهارده في شهر ماي رحت اس 2، عندك احتمالية 70% تروح اس 2 تاني، ترجع له لانه عجبك وعاوز ترجع. عندك 1% او 10% ترجع لاس 1، تغير اس 2 تروح لاس 1. عندك 20% تروح لايه؟ اس 3. نفس الكلام لايه؟ لتالتة. انت كنت في الشهر ده في ستور 3، طب انت عندك احتمالية ترجع له قد ايه؟ 60%. طب عاوز تغيره 20% تروح امريكان 1 وامريكان 2. زي الدياجرام فور 3 جروسري ستور بيترسم ازاي الدياجرام. اول حاجة الماركت شير، هنا ده الماركت شير، ده اس 1، من اس 1 ادي اس 1 اس 2 اس 3، نفس الكلام هنا اس 1 اس 2 اس 3 اس 1 اس 2 اس 3. حط بقى هنا ايه البروبابيلتي اللي هي جيفن كده، معناها ايه؟ انت كنت في اس 1 شهر ده، عندك 80% تروح ده ايه كارنت مانث اللي هو ايه مايو. هنا النكست مانث، فانت عندك احتمالية، انت كنت في اس 1 اللي هو ليه 40% من الماركت شير، في احتمالية اللي انت تروح لاس 1 تاني 80%، يبقى الماركت شير بتاع الراجل ده قل من 20%، يعني 40 الماركت شير اهي في الاحتمالية، يبقى ده بقى حصته في السوق بقى كام؟ 32%. ده النيو ماركت شير. طيب تعالى هنا، الراجل ده حسيت 40%، بس الناس راحت لإيه؟ في 1% يروحوا لستور 2، يعني الشهر الجاي هيروحوا الاتنين. الماركت شير بتاع اس 2 المفروض زادت بكام؟ بقت 0.04 في الشهر ده. طيب اس 1 كانوا في اس 1 سابوه وراحوا لاس 3، 1% احتمالية، يبقى الماركت شير بتاع الاخ ده قلت بكام؟ بال 0.4. نفس الكلام ايه في كل واحدة من دول. طيب الماركت شير النكست مانث كده، النكست مانث بتاع اس 1 عبارة عن ايه؟ هيبقى ايه اس 1 ده الشير بتاعه، تمام، في البروبابيلتي اللي هو ممكن يروح اس 1 او اس 2 او اس 3 زي هي ما محسوم. ادي كده ده الماركت شير بتاع اس 1 تايمز البروبابيلتي بتاع اس 1 زائد الماركت شير نفسه، هو الحصه بتاعته بتاعت اس 1 في البروبابيلتي اللي هم يروحوا اس 2 زائد هكذا. يعني ايه ده كده؟ ايه بيقلل من كل واحد، بقت ايه 41% اللي هو ده. طب انا لو عاوز الماركت شير بتاع اس 2، لو الماركت شير فور اس 2 هجيب اس 2 الماركت شير بتاعها 0.3، هثبتها على الثلاث احتماليات، هضرب فيه البروبابيلتي ان الناس تروح في 0.1 في اس 1 يبقى 1 في 0.1 زائد الماركت شير بتاعها في 0.7 اللي هي الحصة بتاعته زائد 0.2، يعني ناس هيرجعوا ايه ل 0.2 هيروحوا 0.3 في 0.06 0.04 اصلا 0.2 تمام، وتجمعهم هي دي الماركت شير بتاع الاس 2 وهكذا لايه لاس 3. طيب
انا عاوز اعمله ماتريكس. لو انت عاوز تعمله ماتريكس، عشان تعمل ماتريكس ادي كده اس واحد، خليها ايه في الاس ون هنا، اهي ادي اس واحد اس اتنين اس تلاتة، نفس الكلام اس واحد اس اتنين اس تلاتة. طب معناها ايه بقى الماتريكس؟ او انت عاوز تترجم الماتريكس، اول حاجة او بوينت ايت مثلا، او بوينت ايت ده لو انت عاوز تكتبها بي، حلو، اس واحد مع اس واحد، اقرا من الرو، قلنا ده الستارت بتاعي، عاوز اقراه. معناها ايه؟ معناها ان الشخص ان ستيت وان او في اللي هو الستور وان، حلو، will have the same probability of 80% to be في اس وان next month. يعني انا الشهر ده كنت في اس وان، الشهر الجاي فيه احتمالية 80% ابقى في اس وان. طب تعالى نقراها في اس تو، بي اس وان اس تو، دي معناها ايه؟ اللي انا احتمالية اللي انا كنت الشهر ده في اس وان هروح لاس اتنين، حلو، او نقراها في حاجة تانية اللي هو نقولها بطريقة تانية، اللي انا احتمالية اروح اس اتنين بعد ما كنت في اس وان 10% او 1%، هي بتساوي احتمالية اغير من اس وان لاس تو وبوينت وان. تاني نقراها نقولها تاني، تعالى ناخد دي مثلا 0.7، 0.7 دي جايه تقاطع ايه؟ اس 2 هنقرا من الرو، البدايه الرو، رو هنقرا من الرو هتقرا من الرو تقول، يعني الرو انا عندي هنا اس 2 ادي اس 2 الكولوم ايه؟ اس اتنين، وخد مع 0.2 اقرا الرو اس تلاتة تو اس اتنين، نقرا هنا ده القديم وده الجديد بمعنى ده الكرنت مانث ده الشهر الحالي ده النكست مانث. نترجمها بقى ان احتمالية probability of being in S2 الجديد after being in S2 تبقى 70%. يعني احتمالية اللي انا اغير او اللي انا بعد ما كنت في S2 اروح ل S2 تاني يعني هفضل مكاني تبقى 70%. طيب تعالى نقرا اللي تحتها، نقرا دي احتمالية ان اكون في اس اتنين اهو ده الجديد بعد ما كنت فين القديم اس تلاتة، يبقى وانتو يبقى كده الشخص ده هيروح لإس اتنين بعد ما كان في إس تلاتة. تعالوا ناخد واحدة كمان هنا مثلا، فين تعالى ناخد دي وبين اتنين، ناخد الرو الأول، الرو هيبقى إس اتنين ده الرو اللي هو يعتبر القديم أو ال current month مع إس تلاتة الكولوم إس تلاتة ده اللي هو الجديد أو الشهر الجاي، يبقى احتمالية بص وقت الكتاب ازاي probability of being in فين الجديد هنا اللي هو اس تلاتة after being in القديم هنا اس اتنين و point eight، معناه ان انا will change او move from القديم
اللي هو اس اتنين تو النيو اللي هو اس تلاتة probability of 0.2. تمام، ده كده ايه نفس المعنى، هو ده ايه الماتريكس. عاوز ترسمها ارسمها ادي اس واحد اس اتنين اس تلاتة اس واحد تو اس واحد اهي تبقى 0.8. تمام، طيب من اس واحد تعال نرسمها كده، هرسمها لكم لوحدها. ايه الاكسل ده انا مش عاوزه. تمام، تعال نرسمها هنا، نرسمها هنا احسن جنبها على طول، مش عاوز هنا. تمام، انا بمسح هنا على اساس ايه نشرح عليها على طول. طيب تعالوا بقى ايه ننقلها هنا بعدين نشرح عليها. ادي ال 0.8 0.1 0.1 0.1 0.7 0.2 0.2 0.2 0.6 ادي اس 1 اس 2 اس 3 اس واحد اس اتنين اس تلاتة. تعالى ايه نرسمها بقى. انا دلوقتي عندي اس واحد، عندي اس واحد واس اتنين واس تلاتة. ناخد واحدة واحدة بقى، من اس واحد تو اس واحد هنبتدي بالرو، هدي 0.8. من اس واحد تو اس اتنين هيبقى 0.1، ومن اس واحد لاس ثري هيبقى 0.1. تعالى نعمل التانية، من اس اتنين لاس واحد، من اس اتنين لاس واحد اهي 0.1، من اس اتنين لاس اتنين 0.7، ومن اس واحد اتنين لاس تلاتة اس اتنين لاس تلاتة 0.2. ناخد ايه من الرو، من اس تلاتة لاس واحد كده تبقى 0.2، ومن اس تلاتة لاس اتنين كده 0.2، ومن اس تلاتة لاس تلاتة 0.6. تمام، وتقدر طبعا تقرا بقى من الرسمة الكلام اللي احنا ايه بتاع الماتريكس، ان هو being in اس one being in اس two being in اس three، يعني هو هيغير من هنا لهنا. تمام، طبعا الأسئلة ممكن تيجي ايه بأي شكل لوني. خلي دي ايه يعني هحاول اشرحها لكم تاني الفاضل كده، ايه اكزامبل ده هحاول ايه اديه لكم كده سريعا ان شاء الله، وهبقى انزل لكم براكتسات، وفي هنا كام براكتس ايه الحاجات دي كده طبعا ايه تقدروا تحلوها بسهوله يعني. اشوفكم على خير ان شاء الله.